صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2021 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 1 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي. جاء فيه يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 1 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي النص الآتي: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة اللجنة، وتضم في عضويتها كل من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير المتابعة بالديوان الملكي، وزير الخارجية، وزير النفط، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير الشؤون الكهرباء والماء، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.